في حاجه اسمها فيسبوك وحاجه تانية اسمها النوت بوك، والاثنين ما لهمش علاقه خالص ببعض. تعالوا نشوف راي الناس ايه في الشارع. حضرتك عندك انترنت وبتدخلي عليها؟ لا ما عنديش. لا ما فيش. بس اكيد حضرتك عندك فيسبوك صح؟ يعني حضرتك عندك انترنت؟ عندك ايميل؟ لا. عندك اكيد فيسبوك؟ حضرتك بتدخل على الانترنت؟ الايميل بتاعك ايه؟ totishftm2007. حلو قوي. بقاله كتير معايا. حضرتك عندك انترنت؟ الحمد لله تمام. عندك ايميل؟ الحمد لله. الايميل بتاعك ايه؟ sofa_fox2000@hotmail.com. احمد انت بتدخل على الانترنت؟ طبعا اكيد، يعني مفيش واحد في مصر ما بيخش على الانترنت. بتعمل ايه بقى على الانترنت؟ اكيد بعمل داونلود، بعمل شات، محادثات، بكلم ناس قرايبك. بس معكسات؟ لا معكسات طبعا لا. عندك ايميل؟ عندي ايميل طبعا. اسمك ايه في الايميل؟ اسمي احمد مان. احمد مان ادرس. حضرتك تعرف طبعا يعني ايه انترنت؟ طبعا الارنت طبعا الواحد بيخش عليه، طبعا بيعرف اخبار العالم وبنعرف اخبار البلد بتاعتنا طبعا. طب حضرتك بتدخل على الانترنت؟ طبعا يعني. لا طبعا. طبعا ايوه طبعا ايوه. حضرتك بتدخل على الانترنت؟ لا طبعا، عشان تعرف بيجيب اخبار حاجات مش كويسه سليم، فطبعا عندنا ايه الفضائيات حلوه يعني. الفيسبوك بتاعك ده بقى بتعمل ايه عليه؟ يعني ببعت بيه الحاجات، مثلا الفواتير بتاع التليفونات على النت، الضريبات زي كده يعني. والنوت بوك بقى ايه الفرق بينه هو والفيسبوك؟ النوت بوك يعني لما تحب مثلا تعرف على فنان زي مصطفى كامل مثلا، اتكلمه نبعش اغانيه اكتر يعني. طول ما اسمش غير مصطفى كامل، معظم الاغاني بتاعته كلها يعني بتحسك بكل حاجه. طبعا انت عارف يعني ايه فيسبوك، يعني ايه بقى الفيسبوك؟ الفيسبوك انت عارف يا سيادتك ان هو طبعا الواحد بيعرف اخبار الناس واخبار الرياضه، وطبعا بيعرفنا يعني حاجات تانية حلوه. حلوه. طيب ايه هو النوت بوك؟ والله يعني انا سمعت عليه ان هو يعني زي ما بيسهل عملية تسهيل للحد، مثلا ان انا مثلا بخش عليه مثلا ويكون عايز اجيب حاجه مثلا، ملابس مثلا، اجهزه كهربائيه، يعني بيسهل العمليه كتير جدا. طبعا بدل ما انزل واتفرج، لا انا بتفرج عليه وانا قاعد في البيت مثلا وبختار والحاجه بتوصل. بتختار من بقى محلات ايه ولا ايه؟ انا اللي انا وصلت له ان هو 3 فروع بس، طبعا نتمنى ان هو يزيد. واو. بقى 3 فروع دول يعني في العتبه والدراسه ووسط البلد. ايه الفرق بين الفيسبوك والنوت بوك من وجهه نظرك، بما ان حضرتك عندك اكيد فيسبوك؟ يا الفيسبوك ايه هو؟ اللي هو الابراج صح؟ يعني بيتحط الاسامي والابراج وكده. وايه هو النوت بوك؟ النوت بوك اللي هو فيه الصور صح؟ من وجهة نظرك انهي احسن، الفيسبوك ولا النوت بوك؟ النوت بوك. النوت بوك احسن. ليه بقى؟ يعني بتخش بقى اي حاجة انت عايزاها وبتستمع اللي انت عايزاه كله، يعني يعطيك الحرية. من وجهة نظرك انت بقى كشاب مصري انهي احسن، الفيسبوك ولا النوت بوك؟ والله انا من شايف ان الفيسبوك كان ليه مرحلة، ودلوقتي مرحلة النوت بوك ان هو بيبقى فيه خصوصية شوية غير الفيسبوك، اي حد بيخش عليا بتاع. يعني انا شايف النوت بوك احسن دلوقتي. انهي احسن الفيسبوك ولا النوت بوك وليه؟ طبعا النوت بوك سليم، عشان بعرفه طبعا الجيران طبعا واخبار الناس واخبار حبيبنا كل. طبعا طبعا. من وجهه نظرك مين احسن بقى، الفيسبوك ولا النوت؟ لا النوت بوك اللي انت بتشوف الصوره احسن من الكلام. ها هو في خدمه بصراحه يعني الخدمه المنزليه النوت بوك بصراحه يعني تستخدمه على طبعا. طبعا حضرتك سمعت عن الفيسبوك والنوت بوك، تفتكر من وجهه نظرك انهي احسن، الفيسبوك ولا النوت بوك وليه؟ الفيسبوك. الفيسبوك احسن لان الميه هي اساس الحياه يعني. الميه هي اساس الحياه يعني، لو ما الميه ما كانش الكهرباء. فبفضل الفيسبوك. من وجهه نظرك انت بقى كست مصريه جريئه جميله، النوت بوك ام
سلاح التلميذ او رجل المستحيل، اني احسن؟ لا سلاح التلميذ. لا اكيد سلاح التلميذ. وبصراحه سلاح التلميذ. ليه بقى؟ يعني سلاح التلميذ شوف حتى يعني معنى الكلمه. واو. سلاح التلميذ هو سلاحك وبيدوك الحريه وبتعلم منه كل حاجه وفي الامكانيات كلها. هما ليه سموه سلاح التلميذ؟ ده سلاحنا. تمام صح؟ سلاح مصر. حضرتك شايف بقى من وجهه نظرك انهي احسن، الفيسبوك ولا سلاح التلميذ مثلا؟ لا طبعا سلاح التلميذ طبعا، عشان اولادنا واحفادنا بيتعلموا فيه وطبعا بيظهر حاجات حلوه طبعا. مع يعني انت عارفه سيادتك ان سلاح التلميذ يعني حاجه جميله جدا سليم، فطبعا يعني من العناصر الكويسه. حضرتك شايف من وجهه نظرك انهي اهم، النوت بوك ولا سلاح التلميذ او رجل مستحيل، انهي احسن مثلا؟ سلاح التلميذ. ازاي يعني سلاح التلميذ؟ ايه هو سلاح التلميذ؟ سلاح التلميذ كتابنا العزيزة. الميه طبعا اهم، لو ما الميه ما كانش التلميذ ما كانتش الحياه ما كانش الكتاب. يعني اللي اخترع الفيسبوك هل هو عباس بن فرناس ام لهلوطة بنت الشاميه ام الشاميه بنت لهلوطة؟ وهنا الناس بتختلف. لا الشاميه بنت لهلوطة. من هو مخترع النوت بوك؟ هل هو اشرم ام اشرف ام اكرم؟ اشرف. اشرف. اشرف اجابه صحيحه. ميرسي ليك استاذ اشرف للنوت بوك، وميرسي ليك حضرتك وليكم كلكم يعني صراحه. من هو مخترع النوت بوك؟ هل هو مايكل ام الفريد ام ميشيل؟ تاني مايكل. مايكل. حضرتك شايف بقى انهي احسن مثلا، الفيسبوك ولا النوت بوك، ولا نركز بقى رجل المستحيل والايام الحلوه؟ لا طبعا النوت بوك. الناس بوك. الناس بوك. عشان طبعا بعرفنا على جيراننا وطبعا الناس الحلوه والناس الكويسه جدا طبعا باهالينا واحبابنا. ماشي والحمد لله رب العالمين. نوت بوك وحشه ليه بقى؟ هي ما وحشه لكن الميه اهم من الكهرباء. ها؟ لان الميه هي اساسا اللي هي اللي بتولد الكهرباء، يبقى هي الافضل، هي حياه الانسان وهي اللي بتقوم عليها الزراعه وكل شيء في الدنيا في الحياه. البرنامج بتاعنا اسمه أرجوك ما تفتيش. أرجوك ما تفتريش. أنا مش مفتري. ما تفتيش. ماشي زيع. ازيك حبيبي ازيك وعامل ايه؟ ما بسمعش صوتك ليه؟ منايا الوحيد اني اتغير عليك. ازيك حبيبي مشتاق لك وعامل ايه؟ ما بسمعش صوتك ليه؟ منايا الوحيد اني بعشق كلام كل اعشق كلمه كل حاجه مصطفى كامل، لان بجد بصراحه اغانيه كلها حب هي يعني نعم كلها كل الناس كلها بتقول مصطفى كامل اغانيه كلها حزينه، بس للاسف لا مش حقيقي، اللي يعرف مصطفى كامل يعرف معنى الحب ومعنى الكلام وكل حاجه فيه. احنا كنا بنهزر معاك كل سنه وانت طيب، مفيش حاجه اسمها النوت بوك كده وكده؟ ايه؟ كده وكده؟ كده وكده. لا والله. هتمشي تاني بعد كده؟ كتير. الفيسبوك ملهوش علاقه بالميه. فيسبوك ده حاجه على الانترنت بتخلي الناس تقرب من بعضها ويكلموا بعض اسهل وكده. ملهوش دعوه بالميه. ها بقى انت فاتيت عليا ولا لا؟ لا. برنامج اسمه أرجوك ما تفتيش، أنت فاتيت عليا في حاجة؟ لا فاتيت عليكي في كتير. كل اللي أنا قلته أصلا فات، مفيش حاجة حقيقة. أنت عندك نوت بوك وبتدخل عليه كل يوم؟ لا. يبقى أنت فاتيت ولا فاتيت؟ يبقى فاتيت. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة يا أبدا. موافق إن إحنا نذيع؟ نذيع. نذيع. أنت فاتيت عليا؟ لا طبعا. لا لا طبعا. هسألك آخر مرة، أنت فاتيت عليا؟ طبعا. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، استنونا في حلقة جديدة وأرجوك ما تفتيش. سلام.